هذا على خط حواره يا شباب. طلع هذول شرطة إسرائيلية اعتقلوا هذا الشاب. طلع طلع بيعتقلوا فيهم حسام. شرطة إسرائيلية تعطي كل شاب سويل ضع عرضهم. طلع 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 شو بضربوا فيه؟ أنو غلط؟ طب أنو غلط؟ بعرفش هيهم. طلع هاي شرطة إسرائيلية. إيه أخذوا الشاب الثاني هذا. ذو قوات خاصة. شايف هاي سياراتهم. قوات خاصة إسرائيلية. بصيح بضربوا فيه. ولي. وينه؟ هنا كده. شايف أخذوه. اعتقلوا ثلاثة أربعة. أبو.